أنا كوثر حسون، عائلتي 5 أشخاص، يعني عائلتي كلها بنات، ما في معين غير أنا والله. بال 2011 كنا نحن من سكان حلب، كنا باركين بيوت ملك، بعدون مرينا في فترة الحصار اتحاصرنا هونيكي. بال 2016 طلعنا من الحصار لهوني، جينا باركنا هون، يعني بيت أجار، تغير فرق المعيشة، غلاء أسعار، ارتفاع بأسعار الغذائي بكل شيء، يعني أنه أول ما جينا لهوني صرنا نشتغل. أشو منصح اللي شغل اشتغل أنا، يعني مثلا مثل جيب أغراض من الورشات، أطوية وطبقة، موني للبيوت، أخذ اشتغل موني للبيوت، أشو منصح اللي شغل، يعني اشتغل بين ما نسكر أمور البيت. بعده الحمد لله اجت هالبيبول وعانتنا كتير كتير، يعني 3/4 مصروف العيلة من البيبول. الحمد لله رب العالمين، الله هيك ديما نعمة يا رب ولازول، يعني انه كتير كتير عانتنا كتير، يعني احتياجات البيت كله مسكرة منا، مواد غذائية للبيت، مواد منظفات، يعني مثل سمني، رز، سكر، عدس، منظفات. ارتفعت الأسعار كتير من، يعني من سنتين وهالصب كتير كتير ارتفعت الأسعار، ارتفعت الأسعار، وبنتمنى أنه المنظمات تم هوني تدعم هالمناطق هاي، لأنه مثال كجيراني أنا هوني، يعني في هون جارتي الفوقي أنا عادي بتاخد قسيمة البيبول، يمكن إذا بتوقف ما بقى فيه معين، ما لمعين أبداً أبداً. هوني أريحة كتير كتير، وحوالي أريحة، يعني مو بس أريحة بشكل عام، أريحة وحواليها مناطق كتير كتير، يعني وضع سيء، وضع سيء كمادة وكشغل فرص عمل ومن كل النواحي.